هلو هلو هلو، ازيك؟ احنا عاملين ايه؟ وحشتوني جدا قد الدنيا كلها. النهارده الفيديو مختلف ومتحمسه له جدا، وعايزاكم تتحمسوا معايا لان النهارده هنستكشف اسرار كونيه جديده. يا جماعه، امبارح اكتشفت اكتشاف خطير وانا قاعده امبارح على التيك توك، وبعد ما عملت ابحاث كتيره بالليل هي السبب ان انا صوتي تعبان كده من كتر ما سهرت. ولكن قررت اول حاجه اعملها اول ما افتح عينيا الصبح ان احنا نجربها مع بعض ونشوفها تشتغل ولا لا. اختصار هو ازاي ان الميك اب بتاعنا يطلع ما فيهوش ولا غلطه، فلاته بلاطه. وصح، بعد الابحاث عملتها امبارح متحمسه جدا ان احنا فعلا نجرب الهاك دي مع بعض. بس الاول اضغطوا لايك للفيديو ده، اشترك في القناه وتفعلوا الجرس، لان النهارده عامله لكم مفاجاتين. اول مفاجاه وهي ان انا هكون معاكم مرتين في الاسبوع، كل يوم اثنين وكل يوم سبت الساعة 8 بتوقيت مصر. ده غير كمان ان انا معاكم على قناة يوسرز هوم كل يوم اربع الساعة 8. لان المفاجأة التانية بقى وهي جيف اواي خطيرة. فيديو النهاردة بما انه عن الميك اب، واكيد اي واحدة بتتفرج عليا دلوقتي مهتمة بالميك اب، فما لقيتش هدية اكتر من دي ممكن هي تكون مناسبة. كل المنتجات اللي انا بحبها دي من شي جلام هتكون لبنت واحدة منكم، بس كل اللي عليكم انكم تضغطوا لايك للفيديو ده وتعملوا كومنت تحت الفيديو ده بايه الفيديوهات اللي انتم بتحبوا تشوفوها، افكار فيديوهات جديده كده حابين انا اعملها لكم. وبس كده، والفايز هنعلن عنه في حلقه السبت اللي جاي، فمعاكم اسبوع كامل. يلا انطلقوا، ومن غير كلام اكتر من كده يلا بينا بقى على اكتشافات النهارده. يسرى تجارب. لقيت امبارح اربع فيديوهات على تيك توك بيتكلموا بس في ازاي الميك اب بتاعكم يكون ناعم. فاول حاجه خلونا نبتدي بالفيديو ده. لو انتوا مش عايزين وشكم يكون كيكي كده او اويلي كده، فانتوا لازم ان انتوا تجهزوا بشرتكم كويس. فاول حاجه ان انتوا تستخدموا تونر او اسنس، علشان ده بيحافظ على الترطيب، ومفروض تكونوا غاسلين وشكم قبليها بالكتير بخمس دقايق. فده اللي انا عملته بالظبط قبل ما اقعد. اعتقد ان احنا طولنا شويه بس يعني مش مشكله. وتستخدموا هايلورونيك اسيد، وش مبلول من التونر. ما ينفعش ان انتوا تحطوا هايلورونيك اسيد على وش ناشف لانه هيجفف بشرتكم زياده، فدي بصراحه كانت بالنسبه لي ايه. وبعد كده تحطوا مرطب تقيل علشان يحفظ كل الترطيب ده جوه وشكم. ولو انتم بشرتكم بتجف في الشتاء تحطوا اويل او زيت كمان فوق كل ده. بصراحه حاسه ان هو طبقات كتيره، بس هي جابت في اخر الفيديو انه لما عملت الميك اب بتاعها كان جلاس سكين، ازاز ما فيهوش اي حاجه مجيره وما فيهوش اي حاجه مشققه، ما فيهوش خطوط ولا اي حاجه. فيلا بينا نبتدي علشان ننقل بقى على الهاك اللي بعدها. انا عماله اقول لكم الهاك اللي بعدها لان انا بجد انا موهومه من الاكتشاف اللي انا اكتشفته امبارح. حاجه هعملها زي ما هي عملت بالظبط كده، هاخد التونر. يا جماعه انا بوزع التونر بايدي، ما بستخدمش قطن علشان ده ويست للبرودكت. ودلوقتي هبتدي في توزيع الهايلورونيك اسيد بتاعي. على فكره انا اول مره فعلا احط التونر قبل الهايلورونيك اسيد ووشي مبلول كده. انا فعلا حاسه ان وشي بيزفلط. واو. ودلوقتي بالظبط كده زي ما هي قالت هنستخدم المرطب ده. برضو اخترت صح المرطب بتاعي يكون برضو بالهايلورونيك اسيد، وهحط منه كميه حلوه كده زي ما هي حاطه. ومش عارفه ازاي المفروض ان الفاونديشن يثبت على كل التليط اللي احنا حاطينه ده، بس خلونا وراها. اوريدي ان وشي مزفلط قوي، بس خلوني بصراحه انا متحمسه ان انا اجرب كمان الزيت واشوف الموضوع هيطلع عامل ازاي. حاسه اني مترطبه من هنا لسنه قدام. ندخل بقى على اكتشاف النهارده. اكتشاف النهارده اكتشاف العمر. هتقول لكم لو انتم بيحصل لكم سيبريشن كده او انفصال في الميك اب بتاعكم. انا المنظر ده دايما بيحصل حوالين مناخيري على اخر اليوم في اغلبيه الميك اب، وما كنتش فاهمه ليه، فبقول يمكن اليوم ده انا عرقت زياده او حاجه، ودايما بلوم على بشرتي. فلو انتم زي اوعوا تلوموا على بشرتكم يا جماعه، المشكله في اختيار المنتجات. طلع ان في حاجه اسمها سيليكون بيز ووتر بيز، منتجات اساسها الميه ومنتجات تانية اساسها السيليكون. لو حطت البرايمر والفاونديشن مختلفين عن بعض على طول الميك اب هيفصل كده، ومن خلال اليوم هيتمسح خالص. لازم ان احنا نختار منتجات من نفس الماده، يا سيليكون يا ميه. طب هنعرفهم ازاي؟ المنتجات اللي فيها سيليكون البيز بتاعها هتلاقوه مكتوب في الانجريدينت في اي كلمه من الثلاثه دول. اي حاجه بتنتهي بكون او ميثيكون او اليوكين تقريبا، مش عارفه بتتنطق ازاي، ان دي سيليكون بيز. ممكن تلاقوا معاها اكوا او جليسرين، بس لو في حاجه برضو من الثلاثه دول ده معناها ان هي سيليكون بيز. طب الووتر بيز بقى بعرفهم ازاي؟ بيبقى المكونين الموجودين اكوا وجليسرين واي منتجات تانية بقى، بس المهم مش حاجه من الثلاثه اللي احنا قلنا عليهم. الصدمه بقى كانت يا جماعه لما قعدت ابحث امبارح عن البرايمرز اللي عندي اللي انا بستخدمها والفاونديشن. هكدب عليكم بغبائي، كنت فاكره اي حاجه ليكويد قوي كده دي هتبقى ووتر بيز طبعا مش محتاجه فقاقه، واي حاجه كريم هتبقى سيليكون بيز. لو كنت فاكرين زيي فتعالوا اقعدوا بقى جنب اختكم اقول لكم ان الحقيقه مش كده خالص. اغلبيه البرايمرز اللي شفتها كانت سيليكون بيز،
زي مثلا البرايمر ده من شي جلام على شكله، كنت بحس انه بيدار المسام كويس جدا. ده البرايمر الوحيد اللي لقيته عندي مش سيليكون بيز، اللي هو الجلو برايمر. بقية الجلوينج برايمر او البرايمر بتاعت الترطيب دي هتلاقوها ووتر بيز، فارجوكم اوعوا تحطوها تحت اي فاونديشن في سيليكون علشان هيقطع، وده فعلا كان بيحصل معايا. طيب افتكروا ده يا جماعه، نارس ناتشرال راديانت ده انا كنت متاكده ان هو هيكون ووتر بيز، هو ميه اصلا، اكتشفت ان ده عباره عن سيليكون. سيليكون يا جماعه، ماك ستوديو فيكس فلويد سيليكون. حتى الديلي بيبي كريم من كيكو طلع سيليكون بيز. بصراحه دورت في كل الميك اب بتاعي ما لقيتش ولا فاونديشن واحد او اي حاجه تحطها على الوش توحد ربنا ووتر بيز. لما دورت الحاجات الووتر بيز، الفاونديشن ده من نارز والفاونديشن ده من ميلك، في كمان الفيس اند بودي من ماك. دول الثلاثه اللي انا لقيتهم. لو حد يعرف اي فاونديشن ووتر بيز او عنده فاونديشن ووتر بيز اوريدي بيستخدمه، يا ريت يكتبه تحت في الكومنتس، لان الفاونديشن ووتر بيز زي ما هي قالت مناسبه اكتر للبشره الجافه. إن انا كل الفاونديشنز اللي عندي سيليكون، فاحنا هنتجه الى كل ما هو سيليكوني. وهي قالت انه حاولوا ان انتم ما تعتمدوش بس على البرايمر والفاونديشن، حاولوا كمان كل ما هو كريم هيتحط يكون من نفس العيله. انا بجد لما شفت الفيديو ده اللي هو انا كنت مصدومه، لان دايما بيعمل معايا المنظر ده ساعات على اخر اليوم وما كنتش فاهمه ايه المشكله. فاكرين بقى الفيديو اللي فات لما استخدمت الكونسيلر ده حطيت عليه الباودر دي من شي جلام، ايه اللي حصل؟ ثانيه واحده كده نفتكر مع بعض. هي فيها ميه وابتدت ان هي تبهدل لي الميك اب. بصوا عملت ايه في الكونسيلر بتاعي. لا بصوا الكونسيلر من هنا قطع ازاي، قطع وقتي في لحظتها، لان الكونسيلر ده انا مدورت عليه، هو الكونسيلر الوحيد اللي عندي تقريبا سيليكون بيز او اللاين في الانجريدينتس في سيليكون. فعلشان كده اول ما حطيت دي اصلا باودر معموله بالميه فيها ووتر بيز لحد ما قالت يا بس، عشان كده اول ما حطيتها في لحظتها على طول فصل بشكل رهيب. فالنهارده انا هستخدم الكونسيلر ده مع الفاونديشن ده مع البرايمر ده، فيلا بينا من غير كلام اكتر من كده، لان انا صح ما عرفتش انام امبارح بالليل من غير ما اشوف الحوار ده شغال ولا لا. اوكي يا جماعه، عايزه اقول لكم ان الترتيب اللي احنا حطيناه على وشنا بجد مخلي كل حاجه تتوزع بخطاره. فبعد ما عرفنا المنتجات اللي احنا هنستخدمها، خلونا بقى نشوف الهاك دي ودي ازاي تحطوا الفاونديشن علشان يطلع فلوليس. في تقريبا 3 او 4 هاكس هنعملهم دلوقتي مع بعض كمان علشان نحسن من جوده البيز بتاعنا، فهنشوف في اخر الفيديو. بصوا نكون عملنا اقصى حاجه وصل لها العلم في الميك اب ان الميك اب يطلع فلوليس. هي بتقول ان لو هتستخدموا ليكويد فاونديشن حطوه في كف ايديكوا. اه يا جماعه، لان كف ايديكوا هي المنطقه الوحيده اللي في جسمكوا ما فيهاش مسام، هي فيها خطوط بتقول ولكن ما فيهاش مسام، فالفاونديشن جلدكم مش هيشربه ابدا، ولكن هيدفيه، هيخليه تعمل له بلاند ودمج اسهل بكتير. فصراحه حسيت ان رايها وكلامها في بعض اللوجيك والمنطق، فيلا بينا استخدم الماك ستوديو فيكس فلويد درجتي ان سي 30. يلا بينا. بصراحه عمري ما حطيت فاونديشن في كف ايدي، فالاحساس غريب جدا. جت اللي قالوها انه ما تحطوش كميه كبيره من البرودكتس على وشكم، انا حاسه ان ده كتير اصلا. هياخد كده الفاونديشن ويخلونا نجرب. وبسم الله هبتدي ان انا اوزع كده. اوكي يا جماعه، انا مش عارفه هو باين معاكم ولا لا، بس بجد الفاونديشن بتاعي فلوليس بشكل مبالغ فيه. بصوا حاسه ان هو جلد تاني حرفيا. السكين كير اللي عملناه في الاول حاسه ان هو مخلي الجلد ناعم جدا جدا جدا. بصوا هنا بجد يا جماعه، حاسه ان انا كاني حاطه فلتر. بصوا قربولي كده. بصراحه حاسه ان حوار السيليكون بيز والووتر بيز ده حقيقي 100%. عاده بصراحه هنا كده بيكون في بعض التشققات، ولكن حاسه ان الفاونديشن ناعم جدا. انا سايبه المنطقه دي والمنطقه دي، مش حاطه فيهم اي فاونديشن علشان الهاك اللي هنشوفها دلوقتي مع بعض، فخلوني اكمل بقيه وشي. بصوا بجد حاسه ان هو بيتوزع كده ايه بسلاسه رهيبه. ليه بقى انا سبت الجزء ده فاضي؟ لان في الهاك دي بتقول لكم انه لما تيجوا توزعوا الفاونديشن عند مناخيركم توزعوه بصابعكم كويس وتعملوا له بلند كويس، وبعد كده تمشوا عليه بالبيوتي بلندر علشان تدخلوه انتوا في الخط اللي هنا اللي دايما بيجمع، فما يسحش هو مع الوقت او ان هو يتحرك فيعمل التجميعه المقرفه اللي بتحصل عندنا كلها. انا هعملها، هاخد كده الفاونديشن على ايدي، هعمل بلند كده هنا بالمنظر ده
حاسه ان انتم قريبين بزياده، بس هو ده المطلوب. بصوا هنا هتلاقوا ان الفاونديشن متوزع كويس جدا ومفيش اي خطوط. بصوا هنا بقى اللي اتوزعت بالفرشه عادي، شايفين المسام اللي هنا باينه ازاي؟ شايفين الفاونديشن عامل ازاي مع اني موزعاه كويس جدا بالفرشه؟ بصوا شكله عامل ازاي. الفيديو ده بجد اعظم فيديو انا عملته في حياتي. سيب لي الفيديو ده عشان كل ما تيجوا تعملوا البيز بتاعكو، ولكن انا صراحه ابتديت احس ان بقيه الحاجات اللي هنكملها هتظبط. باينه قوي. بصوا هاخد الفاونديشن كده بالبيوتي بلندر زي ما هي قالت، همشي بس ان انا اشيل ايه اي زيادات موجوده. هقوم اغسل ايدي بقى من الفاونديشن ده ونرجع للهاك اللي جايه علشان نخفي هالاتنا من غير ما تحت عينينا يشقق. لو اي حد تحت عينيه بيشقق فالهاك الجايه دي ليك. ولكن الهاك دي بقى بتقول ايه؟ بتقول ان انتم متوزعوا الكونسيلر توزعوه تحت المكان اللي احنا بنحطه بره تجويف العين. اول ما بيجي ناحيه تجويف العين والخطوط على طول بيخطط، بس الباودر هي اللي تتمد ناحيه تحت العين. فبصراحه مش عارفه هتداري الهالات ولا لا، هي معاها طلعت واو، ولكن عندي مش عارفه خصوصا ان انا عندي هالات قويه زي ما انتم شايفين. فيلا بينا نجرب مع بعض الكونسيلر السيليكون بيز وهديله اخر فرصه. دي اخر فرصه درجه جولدن، لان هي برده قالت لما نستخدم الكونسيلر نستخدم درجه اغمق مننا او درجه بشرتنا، ما نستخدمش درجه افتح. هي وزعته هنا كده ومن هنا رفعته كده على فوق، ده المكان اللي هي حطيته. قالت شايفين انا عندي التجويف اللي هنا ده، التجويف ده مش هيدخل جواه ابدا، من بره بنحط بعد نهايه التجويف بعد نهايه الخطوط. ابتدي ان انا اعمل بلند كده بالبيوتي بلندر ومن هنا كده. اوكي يا جماعه بصراحه حاسه ان شكل الهالات لسه موجود شويه. عايزه اقول لكم ان فعلا الكونسيلر المره دي بيتوزع اسهل بكتير جدا ومش بيبين الحبوب الصغيره اللي عندي دي، فاهمين؟ المره اللي فاتت الصراحه كنت حاسه ان هو مبينها شويه، واول ما حطيت الباودر فصلت على طول. ففعلا حاسه ان هو عشان محطوط على كل منتجات سيليكون بيز الوضع احسن بكتير. وبعد كده بالتاب كده، مش بتمسح لا بالتاب، انها بتضغط كده. فاكتبوا لي انتم تحت رايكم ايه في الهاك دي. بصراحه مش عارفه يعني مش زي هاك الفاونديشن، حاسه ان تحت عيني مش منور كفايه. عملت ايه؟ نفس اللي هي عملته بالظبط. امال ليه معايا عامل كده؟ ممكن فرق السن بقى. كل اللي اقدر اعمله اني اعمل بيكنج شويه للمنطقه بتاعه تحت العين علشان انورها شويه، لان بصراحه حاسه ان الكونسيلر منجحش في انه ينور منطقه تحت العين عندي. فخلونا كده ايه نزود اللوس باودر شويه ونسيبها علشان تنور المنطقه دي. ننقل بقى على تثبيت الفاونديشن وهي الباودر. استخدمت الماك ستوديو فيكس باودر، انا هستخدم نفس درجه الفاونديشن NC30. هي وزعتها بالفرشه وقالت ان انتوا لو بتوزعوها بالفرشه كده بتديكم اير براش لوك اكتر، ومش بتخلي الفاونديشن توتالي مات، بس بتديله كوفر وبتخليه ثابت في مكانه عشان ما يخططش. فيلا بينا نجربها مع بعض ونشوف هل هتشتغل ولا لا. بصراحه الباودر دي عندي بقى لها فتره، وزي ما انتم شايفين كده هتلاقوا ان انا مش مستخدمها قوي. ليه؟ عشان بحس ان هي بتخلي وشي كيكي جدا. فخلونا نشوف لو وزعتها بالطريقه دي هتظبط ولا لا. وباكتر فرشه فلافي زي ما هي استخدمت بالظبط، هستخدم الكومباكت باودر بتاعتي كده وهبتدي ان انا ايه بمشيها. واخر حاجه وهي السيتنج سبراي. وكمان يا جماعه السيتنج سبراي اكتشفت انه كل بتوعه ماك ووتر بيز، وانا كنت فاكره ان الطبيعي ان كل السيتنج سبرايز تكون ووتر بيز، ولكن لا طلع في ده من شي جلام اللي هو المات فريش سيتنج سبراي ده سيليكون بيز. بصراحه حاسه ان الميك اب بصوا حاساه فلولس جدا، خصوصا ان انا لسه ولا حاطه برونزر ولا حاطه بلاشر ولا حاطه اي حاجه. فهروح اخلص بقيه الميك اب بتاعي وهعمل معاكم تشيك للميك اب، وفي اخر اليوم كمان هنعمل تشيك تاني عشان نشوف كل الهاكس دي فعلا فرقت في شكل الميك اب ولا هيقطع، وكل الفيديو ده كده تاخدوه ترموه في الزباله. فكملوا الفيديو و
اضغطوا لايك واشتركوا في المسابقة يا جماعة، ما تنسوش. هلو، انا جيت خلصت اكل وصورت الفيديو التاني، وده شكل الميك اب لوك. معلش بقى الاضاءة، ولكن يا رب يكون كل حاجة باينة. بصراحة مع كل الكوارث اللي حصلت في الفيديو اللي فات، لان كنت بجرب معاكم بعض الحيل في الميك اب، ولكن حاسة ان الميك اب حلو جدا جدا جدا، والبيز بتاعي حلو. عادة بعد ما بخلص اكل يكون الحتة دي كده مخططة كده ومجيرة، ولكن ده ما حصلش. وقربولي كده، قربولي قربولي، بصوا. حاسة بصراحة ان شكل الميك اب بتاعي النهارده فلوليس، نظرا ان انا بقالي ساعتين بالبيز ده وقفت في المطبخ. بصراحة الميك اب خطير، 10/10. طبعا البوتاجاز انتوا عارفين الصهد بتاعه بيعمل ايه، فانا حطيته في تحدي قاسي بصراحة. حاسة ان انا عادة في الوقت ده يكون الحتة دي مليانة فاونديشن شكلها مقرف، وعادة بحتاج ان انا امسحها وجناب الانف. صح يا جماعة، خدع الانف دي احلى حاجة تقريبا للنهاردة. انا دايما بيكون هنا مجمع عندي في مناخيري، حتى في كل الفيديوز اللي بنراجع فيها الفاونديشن دايما دي بتبقى مشكلة في الفاونديشن، فطلعت مش في الفاونديشن، في طريقة الحط. بجد جربوا الطريقة دي هتحبوها جدا. تحت عيني بصراحة حاسة مع الميك اب، مع اللوس باودر، مع البيكنج وكده، حاسة فعلا هو منور، ومش حاسة ان هو مخطط او مشقق، لو فاهمين قصدي، عشان اوريدي مفيش منتج هنا. بصراحة الخدعة دي برضه حبيتها قوي، حاسة انه مع الميك اب كامل حاسة انها فرقت. قعد في الخطوط شوية هنا، ولكن انا عندي السمايل لاينز يعني تقعد اي حد بصراحة، قوية جدا. ف اكتبولي انتم شايفين ايه في الميك اب من بعيد، من زوايا الرؤية الطبيعية. بصراحة حاسة ان الميك اب ما فيهوش غلطة، وحتى من قريب المسام شكلها مختفي على غير العادة. فاكتبولي تحت حبيتوا الهاكس بتاعت النهارده ولا لا، ولكن انا بقلب اقول لكم جربوا فعلا الروتين ده، وجربوا تفرقوا ما بين منتجات السيليكون بيز والووتر بيز عندكم، فعلا هتدعولي او ندعيلها بصراحه. واشوفكم كمان 3 ساعات الساعه 8 كده، اعتقد خلاص بقى ان انا هنام بصراحه، مش قادره. فرهدت وطبخت وصورت وعملت كل حاجه، فاشوفكم قبل بقى ميعاد النوم، هنشوف الميك اب ده هيحصل فيه ايه. بس انا الصراحه متفائله، لان مش حاسه ان في طبقات على وشي، حاسه انه وشي بيتنفس، لو فاهمين قصدي. يمكن ده بسبب السكين كير اللي حطيناه كله في الاول، ممكن، الله اعلم. بس على غير العاده في الوقت ده من اليوم، بعد ما بخلص اكل بقى وكده، بكون خلاص فعلا مش طايقه الميك اب على وشي، بكون حاسه ان انا عايزه امسحه. النهارده مش حاسه بكده خالص. فقابلكم كمان 3 ساعات كمان تقريبا، شوف الميك اب ده هيحصل فيه ايه. وهنا حبيت برضه ان انا اصوره في اضاءه الشمس، اضاءه مختلفه. بصراحه الميك اب فلوريس كان تقريبا بقاله 4 ساعات على وشي، فلا خطير. اوكي يا جماعه، اخيرا جه وقت ان انا امسح الميك اب. اللحظه دي بصراحه انا دايما كل يوم بالليل بحلم بيها، اكتبوا لي تحت في الكومنت لو انتم زيي. بس اخيرا جه الوقت ان احنا نمسحه. بصراحه الهاك اللي هتشوفوها في الفيديو اللي جاي بتاعه الشفايف بجد خطيره. انا اكلت وتعشيت وقزقزت لب، وبصوا عشت حياتي، ولسه باقي من الروج بتاعي. فالهاك دي كانت من هدى بيوتي، فتأكدوا ان انتوا تشوفوا الفيديو اللي جاي، بجد فعلا فظيعه. وبقى بالنسبه بقى للفاونديشن، وده مربط الفرس. حاسه ان انا شكلي مزيت، مش هنكدب على بعض، خصوصا في المنطقه اللي فوق دي. حاسه يعني بصوا كده بعيد عن الاضاءه، حاسه ان انا شكلي مزيت، انا مزيته. فديفينتلي الزيت اللي احنا حطيناه في اول السكين كير او في اخر السكين كير في الاول ده، سكيبت بجد، مخلي شكلي سمنه على الاخر. ولكن الميزه فيه ان هو حافظ على الترتيب، يعني انا عاده في الوقت ده بيكون الخطوط دي باينه ومشققه. فبصراحه دي حاجه تتحسب له وتتحسب عليه، فمش عارفه بقى. جناب الشفايف والمنطقه دي حاسه ان شكلهم مقبول، يعني احسن بكتير من اي وضع تاني بصراحه. جناب الانف تحفه تحفه، ما تقطعش من مكانه، يعني من هنا اتحركت شويه لو شايفين، لو واخدين بالكم. الفاونديشن من هنا متبهدل شويه، يمكن برضو بسبب الكونتور والحاجات اللي حطها، بس لا متبهدل، يعني متبهدل حبه حلوين، ممسوح، يعني الحته دي ممسوح منها تماما. ولكن هنا في الجون بجد اعتمدوا جدا الحته اللي هي عند المناخير دي، وهتدعولي في الوقت ده من اليوم. حاسه ان المكياج بتاعي احسن من اي يوم تاني، جربوها وقولولي انتم رايكم ايه، وحاسين بفرق ولا لا. فده كان كل حاجه الفيديو النهارده، عشان بجد خلاص انا ميتها وعايزه انام، ولسه نايمه فاروح عشان المدرسه، فانا عندي لانش بوكس وعندي حوارات. فمن غير كلام اكتر من كده، لحد الفيديو الجاي توحشوني جدا، اشتركوا في المسابقه علشان في محظوظه منكم هتكسب كل الميك اب ده من شي جلام. وبحبكم جدا، وشكرا جدا جدا ليكم، لكم هنا.